السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة أبو منسة للمعلومات العامة. النهاردة إن شاء الله وبالتعاون مع أبو منسة هنتعلم مع بعض المشغولات اليدوية، وبالتحديد مشغولات الخرز. هنتعلم مع بعض خطوة بخطوة، وإن شاء الله مفيش حاجة صعبة معانا. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس هيوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. مستنية تعليقاتكم واقتراحاتكم. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا فيه ايه النهاردة. ان شاء الله هنعمل مع بعض الميدالية الخفيفة الحلوة دي، ميدالية قلب دي بخرز مقاس 8. هنعملها مع بعض بخرز مقاس 10 درس كريستال. ده مقاس 10 كريستال. هنستخدم مع بعض الحلقة دي عشان نعمل الميدالية، وخيط مقاس 80 لخرز مقاس 10. هنتعامل مع بعض بالغرزة الرباعية، يعني 4 خرزات. هنحط 4 خرزات في الخيط، 2 3 4. هنوسطن الخيط وهننزل 3 خرزات، والخرزة الرابعة هنعمل فيها العقدة. هنتعلم مع بعض هنعمل العقدة ازاي، العقدة دي عشان تشد الشغل معانا. هندخل الخيط في نفس الخرزة من الاتجاه التاني، وهنعمل حلقة بنفس الطريقة دي. وبعدين هنجيب الخيط التاني اللي من الناحية التانية، وهنحط الخيط ده جوه الحلقة بحيث ان يعمل معانا العقدة. هنشد العقدة دي كويس وهندخلها جوه الخرزة عشان تشد معانا الشغل. وبكده نبقى عملنا الغرزة الرباعية المكونة من 4 خرزات. هنتعامل الخيط اليمين هنحط فيه خرزتين، والخيط الشمال هنحط فيه خرزة. هنعمل العقدة في الخيط اليمين اللي فيه خرزتين. هنرجع الخيط في الخرزة بنفس الطريقة اللي اتعلمناها، وهنعمل العقدة. وهناخد الخيط من الناحية التانية هندخله في العقدة، هنشد الشغل كويس. هنعمل من نفس الشكل ده 7 وحدات، 7 غرز بالتحديد. كده عملنا 7 غرز نفس الشكل ده، 1 2 3 4 5 6 7. عايزين نقفل بالتمنة. هنجيب الخيط الناحية اليمين هنحط خرزة وندخلها في آخر غرزة، آخر خرزة في الغرزة نفس الطريقة دي. والخيط الشمال هنجيب خرزة وهنعمل فيها العقدة وندخل فيها الخيط التاني، هيقفل معانا بنفس الشكل ده. اهم حاجة تشد الشغل كويس علشان خاطر ايه الشغل ما يفكش معاك، يبقى مشدود وماسك نفسه. هنجيب الخيط الشمال هندخله في الخرزة اللي جنبها، والخيط اليمين هنحط فيه خرزتين. هنمشي بالترتيب ده، الخيط اللي تحت هنمشيه في الخرز اللي تحت، والخيط اللي فوق هنحط فيه الخرز. نعمل العقدة بتاعتنا ونشد. هندخل الخيط الشمال في الخرزة اللي بعدها، والخيط اليمين هنحط فيه خرزة. هنمشي بنفس الترتيب ده 3 مرات، وفي المرة الرابعة هوريكم هنعمل ايه. هذه المرة التالتة حطينا خرزتين وهنقفل الرابعة. كده دي المرة الرابعة. احنا المرة دي مش هندخل في خرزة، المرة دي هندخل في خرزتين. اصبح معانا 3 خرزات ثابتين. هنحتاج خرزة واحدة بس علشان نعمل الغرزة الرباعية بتاعتنا. هنعمل فيها برضو هي العقدة. هنشد الشغل، اهم حاجة شد الشغل. هندخل الخيط الشمال في الخرزة اللي بعدها وهنحط خرزتين. تمام. هنحط الخيط في الغرزة اللي بعدها واللي بعدها عشان دي اخر غرزة معانا. هنحط بخرزتين وهنقفل بخرزة واحدة. ادي 1 2 3 على الخيط. هنحط خرزة واحدة بس عشان نقفل الغرزة الرباعية، هيبقى معانا بالشكل ده. هندخل الخيط الشمال في الخرزة اللي بعدها وهنحط خرزتين عشان نعمل البوز بتاع القلب.
هنضم القلب كده ونساوي الخرز على بعضه عشان يبقى معانا بنفس الشكل ده. نفس الشكل اللي في القلب ده هو اللي في القلب ده بنفس الطريقة. احنا كده خلصنا الجزء اللي تحت من القلب، هنعمل العقدة وهنزوق، هنعمل عقدة بنفس الطريقة دي. ده علشان نقفل على الخش شغل وعشان الخرز ايه ما يطلعش من الخيط، وهنزوغ الخيط جوه الخرز وهنقص الخيط الزيادة. بنفس الطريقة دي انا كده زوغت الخيط وشلت الخيط الزيادة. الجزء اللي فوق الخرزتين دول اللي نازلين تحتهم في خرزة واقفة، هنحط فيهم الخيط في الخرزتين. مش هطول الخيط لان كده الشغل شبه خلص، ما فيش شغل كتير فمش محتاجة خيط طويل. هنحط خرزتين وهنقفل طبعا في الخرزة الاخيرة. الخرزتين هيبقوا في اي خيط لان دي اول غرزة. تمام. بعد كده ده البوز بتاع القلب اللي فوق. بعد كده هندخل الخيط في الخرزة من الناحية اليمين، الناحية الشمال هندخل فيها خيط خرزة واحدة، والناحية اليمين هندخل الخيط في خرزتين بعدها اللي جنبها واللي جنبها، بحيث ان الخيط يبقى طالع من خرزتين قصاد بعض. هنحط خرزة واحدة بس عشان دي غرزة خماسية وانا معايا اربع خرزات على الخيط. بنفس الشكل ده شدي كويس، اهم حاجة تشدي الشغل كويس عشان يديك الشكل التمام. هندخل الخيط اليمين في خرزة والخيط الشمال في الخرزة برضو. المرة دي هنركب الميدالية، هنحط خرزة ونحط الميدالية ونحط خرزة كمان. هنعمل العقدة بتاعتنا ونشد الشغل كويس. هندخل الخيط التاني في العقدة وبكده نبقى خلصنا مع بعض الميدالية القلب. هنعمل العقدة طبعا اللي اتعودنا عليها لما بنخلص الشغل. هندخل الخيط بين الخرزتين وهنعمل العقدة نفس الطريقة دي، وشدي كويس وزوغي الخيط وقصي الخيط الزيادة. كده عملنا الميدالية القلب بورشة مبسطة وخفيفة، وان شاء الله معايا مفيش حاجة صعبة. مستنية تعليقاتكم واقتراحاتكم، واستنوا مني فيديوهات اكتر. ان شاء الله هنعمل الفانوس وهنعمل شنط وهنعمل كل حاجة. لو في اي حاجة اكتبولي في التعليقات، اي ورشة عايزين تعرفوها اكتبولي في التعليقات وانا ان شاء الله معاكم. شكرا.